بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ذاكرة الأيام. رحبوا معي بالضيف العزيز الشيخ صالح الزاع الحديد أبو ياسين. أبو ياسين مساء الخير. مساء النور، أعرف سهلة. بس بحب أقدم لأعزائي المشاهدين نبذة سريعة عن هذا الرجل اللي بيجلس أمامكم. هذا ثروة وطنية الحقيقة، يكتنز الكثير من المعلومات عن حرب فلسطين. شارك بعشر عمليات في فلسطين، معارك شديدة. كان شاهد على استشهاد أول عسكري أردني بيستشهد في فلسطين. شارك في عملية تم من خلالها أسر مجموعة كبيرة من اليهود، من بينهم ابنة وزير الخارجية الإسرائيلي مشيخ أبو ياسين. نعم، اسمه مشيخ شريت. نعم، لكن ما يزال هذا التسعيني يحلم بأن يستشهد في فلسطين. هذا هو ضيفي وضيفكم أبو ياسين صالح الزاع الحديد. الله يسعد هالمساء عمنا أبو ياسين. حياك الله. الله يمتعك بالصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الختام. نتعرف أول شيء عليك بشكل كامل. السيد صالح الزاع الحديد أبو ياسين من مواليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمسيت محمد. بداية أقدم كل الشكر والاحترام إلى جميع العاملين في قناة نورمينا الفضائية الوطنية الحريصة على كشف التاريخ الأردني وبيان المخفي منه والمحافظة عليه من الضياع والتحريف. بارك الله فيك، هذه الرسالة اللي هي أنت يعني حافظ ظهر عن قلب، كأنك موجود في قلوبنا والحمد لله. نعم. أبو ياسين من مواليد أي سنة بس للتذكير؟ أنا من مواليد شهر أيار 1929. 29، إن شاء الله يا ربي العمر الطويل. بارك الله. نعم. فيك. في بلدة القويسمة. نعم. وبدي أعطي نبذة صغيرة عن بلدة القويسمة. شرف. تبعد عن عمان للشرق الجنوبي في حدود 5 أو 6 كيلومتر. نعم. سكانها عشيرة الحديد، يعني هي ملك لعشيرة الحديد، وعشيرة الحديد تتألف من عدة عائلات، عشيرة الحديد بالذات وعشيرة القهيوي وعشيرة الزيرة وعشيرة المنصور وعشيرة الشحادة وعشيرة الضريوات وعشيرة الشيشات وعشيرة المخامرة وعشيرة المناخرية. نعم. هذول سكان القويسمة الأصليين. أبا عن جد. نعم. طيب في مجال بس تعطيني بشكل سريع، بتتذكر القويسمة يعني بالفترة كنت فيها طفل، كيف كانت؟ بلد القويسمة على زمان يعني الآن ما شاء الله ما هي بلد مترمش الأطراف. ما صحيت عليها. نعم. هي عبارة عن بلد أثرية تحتوي على كثير من الأثار. فيها جبل اسمه جبل المعادي. نعم. هذا فيه كنائس. أي تاريخ ما بنعرف، رومانية قبل الرومان بعد الرومان بنعرف. والكنائس هذه فيها زي ما يقولوا عنه الحجار الملونة هذه. نعم. فسيفساء. الفسيفساء. نعم. نعم. الآثار العامة ما بلشت فيها ما. لا، الآثار العامة طلعت عليها وحوطت عليها وصارت ملك للآثار. نعم. حاليا. وفيها قصر أثري يمكن روماني أو عربي ما حدا يدري. وفيها كثير من المغر السكن يعني اللي كانت الناس تسكن فيها. نعم. وفيها كثير من آبار المية الجمع، كثير يعني في حدود 50-60 بئر. يعني كانت منطقة زراعية معناته بالسابق. بالضبط، منطقة زراعية. طيب طفولتك كانت كلها في منطقة القويسمة. طفولتي ونشأتي في منطقة في بلدة القويسمة، والوالد الله يرحمه ويرحم جميع الأموات كان رجل مزارع، وكان عنده برضو غنم بيضة في حدود 60-70 راس. نعم. وأغلب سكان الأردن كانوا عايشين على الزراعة وتربية المواشي. صحيح. يعني ما فيش هذيك الرياب لا صناعة، عشان هيك كان اكتفاء ذاتي عندهم. بالضبط، يعني مكتفين الناس بما يجمعوا من المزروعات وناتج الأغنام والأبقار الحلوب. نعم. فيا سيدي عندما بلغت سن السابعة. نعم. كان في عندنا كتاتيب يسموهم الشيوخ اللي يعلموا الأطفال هذولا، لأنه ما كان في مدارس في مناطقنا على الإطلاق. يعني اللي بدي أحكي لك يمكن من مادبة أو بعد مادبة حتى تصل يمكن المفرق
ما بتلاقي ولا مدرسة حكومية، مدرسة نظامية ما فيش إطلاقا. كان في عمان يمكن في حدود 5-6 مدارس، منها مدارس حكومية يمكن 2-3، وثنتين ثلاثة مدارس مسيحية، اللاتين طواف، اللاتين الفرير ترسنطة يمكن، ما فيش مدارس حوالينا، لذلك ما فيش مجال إنه ننزل من القويس من عمان حتى ندرس. إذا درس عند الشيخ أنت؟ أنا درست عند الشيخ. بالله تتذكر اسم الشيخ؟ الشيخ اسمه عبد الرحمن الخطيب الله يرحمه. ما زال تتذكر؟ أبو عمر. نعم. ما أزال أحفظ اسمه. شو كنت تدرسوا عنده؟ هذا كان يقرينا قرآن في البداية، بعدين علمنا شوية حساب، ضرب وجمع وطرح، وكتابة استدعاء أو رسالة لصديق أو يعني. يعني مهارات الكتاب والقراءة. بس. استفدتوا منهم؟ والله استفدنا. استفدت. استفدنا لأنه طالب الإنسان يعرف يقرأ القرآن ويعرف يكتب اسمه واسم أبوه وبعض الحاجيات، يعني هذه بزماننا كانت نعمة. نعم. كان يضرب ابو ياسين عصات وباكورت ولا ما لا لا والله قليل. قديش كان ياخذ منكم؟ والله يعني الاجره اللي كان ياخذها على الله عباره عن كل يوم رغيف خبز من كل طالب، وكل يوم خميس يودوا له طبخه قهوه ساده ما شاء الله، وبالشتويه يودوا له حطب مشان يولع النار. انت كنت تودي له معهم كل الاطفال؟ ابدا، على نفس الموال. طب في حد قال لي لما تخرجت من كتاتيب انه عملوا لك زفه طويله عريضه؟ انا وصلت بالقران لربع ياسين، واعتبروني الان انا ختمت القران طالما صرت اقرا، يعني اعرف الايات وتعلمت شويه الحساب هذولا والكتابه المراسيل والاستدعاء وكذا، اعتبروني خدمت. كان عمري 11 سنة، فاتصل الشيخ ودى رسالة لأبوي مع واحد من أولاده أنه ابنك الحمد لله نجح وبدنا نعمل له حفلة. هذا الحكي يمكن أي سنة بالله بتتذكر؟ هذا الحكي سنة الأربعين. الأربعين أبدا، لأن مواليد 29 للأربعين 11 سنة. فيا سيدي أبوي استقبل الخبر وجاب ذبايح وذبح وحضروا للطبخ، يعني زي الدكتوراه اليوم بالضبط، كانوا حضروا على الدكتوراه، وسووا هالعشاء. وخلال الساعات هذه كان الشيخ جامعنا حوالي 20 طفل، وكل واحد معه عصاية وعليها محرمة بيضة، وصفنا اثنينات جنب بعضنا ومشينا مع هالبلد ونمدح. يعني عملتوا جولة داخل الوسط؟ جولة حوالي يعني ساعة وحنا نلف بالبلد. استعراض. استعراض عشان يشوفوني اني ناجح واخذت الشهاده. ما شاء الله. شايف كيف؟ طيب كملنا على بركه الله الكتاتيب. نعم. بعديها انت مباشره التحقت بالجيش يا ابو ياسين؟ لا لا، انا كان عمري 11 سنه صغير. 11 سنه مزبوط. مزبوط. التحقت بالعائله بالشغل اللي اشتغل. لا بقصد يعني بعد الكتاتيب بفتره انه التسبت القوات المسلحه. لما صار عمري 18 سنه. نعم. طبعا بلغت السن القانوني، وصلنا خبر انه في تجنيد من مختار كان عندنا الله يرحمه. تيش شو اسمه؟ اسمه سعود صياح الحديد. يعني خلينا نبدا نستذكر التاريخ والايام، الناس يسمعونا واللي له والده توفى او جد برضه يترحم عليه. نعم. والله يا سيدي هذا المختار كان يطيح لعمان، وتعرف يخش مغفر، يخش دائره حكوميه، يخش يعني فياخذ بعض الاخبار الرسميه زي ما يقولوا. نعم. سمع انه في تجنيد للجيش اليوم اللي كان فيه، كان يوم خميس. سمع انه يوم السبت في تجنيد بدرك عمان في جبل الوبد براس القمه من فوق مطرح الحوز الان. نعم. والله لما روح منه يقول يا شباب يوم السبت في تجنيد للجيش، اللي يحب يروح يتجند، والتجنيد بمركز الدرك جبل الوبد. نعم. ما صدقنا فيها احنا، تعرف ما هو احنا ما فيش عندنا يعني وسائل راحة او دخل ما فيه. كانت فرصة واجت. نعم. فرصة واجت. فرصة واجت. فرصة واجت. يوم السبت سحبنا حالنا ورحنا على الدرك. طيب اذا المختار بلغكم اللي الله يرحمه سميت اسمه كمان مرة بس. سعود صياح الحديد. الله يرحمه. تعيش. انه الجيش طالبين مجندين مش هيك؟ نعم. ما صدقتوا من الله يطلع يوم النهار حتى يجي يوم السبت توجهت مباشرة. طيب خلينا أخذ الأخ المحترم بكر حميدان. مساء الخير. مساء الخير. كيف أستاذ بكر؟ كيف حالك يا أستاذ؟
الرسالة ايش؟ عهود 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 الحديد. ذكر ذكر الخميس سيدي. مين معي اول شيء اول اتصال؟ الو الو مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ يا ريت الصوت بس يعلى شويه. كيف حالك يا استاذ؟ والله الصوت بعيد لو تغير مكانك. كيف حالك؟ الو الو. طيب طيب خلينا نكمل حتى بس يجهز الاتصال منيح. السبت توجهت يا سيدي لمركز تجنيد. والله رحنا انا ومعي مجموعه من شباب العشيره. نعم. وصلنا الدرك. فاكر منهم مين كان معك من قرايبك؟ اه كان واحد اسمه ضيف الله مناور الحديد. مين؟ ضيف الله مناور الحديد. نعم. صالح سالم مرزوق الحديد. علي عبد العزيز. من برضو من سكان القويسمة. نعم. وصلنا الدرك والله يسر امرنا وسجلنا. لما وصلنا هناك طبعا سالوا. تتذكر مين كان مسؤول عن التسجيل؟ والله غاب عن بالك. كان قائد المخبر بس. طيب خليني في معي اخت عهود. عهود اخت عهود. الو. مساء الخير. اهلين مساء النور. كيف حالك اختي؟ الله يسعدك يا اخوي. الله يسعدك. تفضل. امسي عليك وعلى عمي. الله يسعد المساء. صالح ابو ياسين. الله يسعد. احنا يعني مبسوطين كثير اليوم بالحلقه. نعم. الله يسعد. احنا عمي صالح يعني رمز لنا واحنا كثير نحب قعداته وجلساته كثير حلوه. ونحب نسمع قصصه دائما يعني. والله احنا مبسوطين كثير انكم يعني تهتموا بهيك شخصيات وهيك دائما لازم تجيبوا لنا اياهم على التلفزيون وتعرفونا بتاريخهم. والله احنا كمان احنا بنعتبر ابو ياسين وامثالهم الثروه الحقيقيه للاردن. اه والله انه ثروه بالنسبه لنا احنا يعني احنا اولاد 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 اخوانه يعني هو ثروه لنا بقصص وحكاياته ينقلنا كيف تراث جدودنا كيف حياتهم كانت قبل. طب هاي عمك ابو ياسين يلا دردشي معه. شكرا يا عهود. شكرا يا عهود. اهلا الله وسهلا. الله يسعدك طول عمرك يا رب يظل تاج فوق راسنا يا رب. الله يبارك فيك ويسلمك ويخلي لك شبابك يا رب. الله يسعدك. انت من يا عمي. انت من بناتنا المحترمات العزيزات. شكرا لك يا عمي. هذا الله يجزاك الخير على الاتصال. الله يسعدك. شكرا لك. شكرا يا اخي. سلمي على الجميع. سلمي على الجميع يا ابوي. طيب شكرا اخت عهود. ناخذ اتصال ثاني. الأستاذ بكر. أستاذ بكر. أيوه. مساء الخير. مساء النور، كيف حالك يا أستاذ؟ تفضل يا محترم تفضل. يطول عمرك أستاذ بكر. ممكن تبدأ شوي عن التلفزيون تسمعني من التلفون لو تكرمت. بدي أحكي مع أبو ياسين. بالله تفضل تفضل. أهلا وسهلا أبو ياسين، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله يا خالي. يطول لي عمرك يا رب. الله يسلمك. رحمدان الخميس سيدي. الله يسلم عمرك ويسلم شبابك. الله يسعدك يا سيدي. انت وشيخ معروف من عشائر القويسمة من عشائر القويسمة والبلقوية والكذا شايف. بس ما بصير تستثني عائلة الخميس وعائلة الهلندا من عشائر القويسمة. هو يعني سيت عن بعض العائلات بالقويسمة يا ابو ياسين اخونا بكر. ايوه. يا ريت ذكرنا انت كمان، ما انت اخ لابو ياسين، ما انت العمر كمان يعني له دور. معليش خلينا نغفر للزله لبعضنا. استاذ بكر يبدو راح الاتصال.